ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والسلام على عباد الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، صحبته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام نبتدئ بالبخاري. نريد يعني أيضا الإخوة إلى الآن ما عندهم، أين الحرص الذي كان عند هؤلاء الإخوة؟ أين هم؟ هل الحرص تبخر؟ ما في إلا البخاري هو الوحيد الذي أراه حريصا. طبعا أكيد معه نورين ومعه الأخ هذا الذي أظنه يعني. سبحان الله، يعني التقديرات لله حكمة شؤون، فيها غربلة لمن يريد يطلب العلم حقا. قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم الصوت وين راح؟ لا شيخنا ولوالديه والحاضرين والمسلمين. قال ابن نافع الصوت راح كان. فوق ما تيجي؟ ماشي تفضل. نعم، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، قال باب ما يجوز من الاشتراط والتفريط. أين نسير بصحيح؟ أين نسير؟ فين؟ التي يتعرفها الناس بينهم. أين نسير؟ نسير يا أستاذ، أين نسير؟ رضي الله عنك، تفضل أكمل. يقول قال وإذا قال مائة إلا واحدة أو ثنتين. قال وقال ابن سيرين رحمه الله، قال رجل لكريه أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك 100 درهم. فلم يخرج فقال شريح رحمه الله، من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. قال وقال أيوب رحمه الله عن ابن سيرين رحمه الله، إن رجلا باع طعاما وقال إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع، فلم يجئ. فقال شريح رحمه الله للمشتري، أنت أخلفت. فقضى عليه. ثم قال رحمه الله، حدثنا أبو اليمان الحكم النافع وهو من الثقات الأثبات رواه له الجماعة. قال أخبرنا شعيب بن أبي حازم وهو من الثقات الأثبات أيضا رواه له الجماعة. قال حدثنا أبو الزناد. من أبو الزناد يا أستاذ زاهر أحمد؟ أبو الزناد لا حول ولا قوة، يعني المفروض أنت خلاص يعني صار عندك فهم يعني. وهذه سلسلة مشهورة جدا، أبو زناد عن الأعرج عن أبي هريرة. هذه طيب يعني المفروض أنت تبقى فاهم ده، أبو زناد زكوان الزيات. نعم ماشي. قال عن أبي الزناد رحمه الله عن الأعرج. نعم عن الأعرج. والأعرج من؟ أنت كده تعبنا أنا. الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. قلت لك هذه سلسلة مشهورة المفروض تحفظها. نعم في إن شاء الله. ماشي. قال حدثنا أبو الزناد عن السبعة المكثرين عن النبي الأمين. نعم. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عليه وسلم. لله 99 نسمة. نعم. 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. نعم. هنا في هذا الباب في بعض النسخ جاء باب ما لا يجوز، وهذا خطأ، والصحيح أنه باب ما يجوز من الاشتراط والسنية في الإقرار، وهو ثابت في رواية أبي ذر وغيره. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه يشهد له ما ذكره، يعني يشهد لذلك. هو باب ما لا يجوز، وباب ما يجوز آسف، لا باب ما لا يجوز في الاستثناء. والسنية هنا في المسألة عن الاستثناء يكون الاستثناء من بالقليل أو الاستثناء من الكثير، وهذا خلاف بين العلماء. نعم. حديث هنا ما ذكره عن ابن سيرين وهو أيضا موصول في المصنف عن ابن سيرين، قال رجل لكريه أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك 100 درهم. هذا ما ذكره عن ابن سيرين من الحظر للنهي عنه. وحقيقة الأمر الجمهور يرون أن هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل، حتى بأن بيع العربون نفسه رآه الجمهور بأن هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل، وحسنوا حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون، ولا يجوز اشتراط ذلك عند أكثر العلماء، وقضى به شريح لأنه من طريق العدة
وهذا كلام أيضا فيه نظر، مسألة العدة هل يلزم بها المرء قضاء أم المسألة ديانا تدينا؟ يعني حقيقة الأمر لو وعده بشيء فإن الوفاء بالوعد هنا للتدين، والوفاء بالوعد العدة دينا لا قضاء، والمالكية يرونه قضاء، والصحيح أن الوفاء بالعهد دينا نعم لكن قضاء لا، لو وعده ولم يفي لا يقاضي على ذلك، لكن هو قال يقاضي. وهنا شريح قال على نفسي طاعا غير مكره، أو من باب أن من ملك شيئا له أن يتنازل عنه، لكن هذه المسألة مسألة عامة لأن فيها بيع وشراء، فيها استئجار، فيها معقدة، فالعقد هنا حتى يصح كما قلت واقف على مسألة أكل مال الناس بالباطل، يراها الجمهور أن هذا أكل مال الناس بالباطل. يعني لو كان هذا، شوف رجل جاء يشتري يبيع ويشتري وأعطاه عربون وما شابه ذلك قد وقع عليه الضرر، مع ذلك الجمهور يرونه أكل مال الناس بالباطل ويلومونني على أنني أقول بأن رواتب الكرة رواتب حرام. هذا رواتب الكرة هذه أكل مال الناس بالباطل، المال التي لابد أن تنفق في مصالح المسلمين وتنفق فيما ينفع الأمة الإسلامية، يعني تنفق في هكذا في لهو في لهو في لعب. دعك لا نقول هل هو يحرم ما يحرم، الحق أن اللعب أصلا ما يحرم، حتى مشاهدة اللعب لا تحرم إلا طبعا إذا أتت على الفرائض والواجبات وغير ذلك، لكن على أي شيء يأخذ المال على أي شيء. وهناك دليل آخر، يعني أنا ماشي أعصر رأسي لعلي أجد لهم دليلا يعني أو روح من الدليل، فوجدت ما يؤكد ما أتبناه. في أحد عنده دليل آخر غير لا سبق أموال الكرة هذه؟ في أحد عنده؟ أين الإخوة أبو خاري؟ أبو جودي هو وجدته الآن، أبو جودي وجده، أحمد قشطة وين الإخوة أصلا؟ أبا شعيب حفظك ربي. اتصلنا شيخنا لكن الهاتف مغلق. نعم هواتفه مغلقة لا أدري. أرأيت نورين وين نورين؟ هو بس نورين هو ده أفضلهم. اتصلت بيه لكن الكهرباء كانت عندهم. وهو أحمد وأحمد قشطة موجود أهو، أحمد قشطة لا يفوت درس أنا عارف. يا أحمد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة يا عم ده الظن فيك يا أحمد، ده الظن فيك. شيخنا لا أستطيع ولا أستطيع شيخنا. أعرف. أنا بقول إن هذه اختبارات لابد أن يظهر فيها من يصدق مما لا يصدق، وعشان كده إحنا بنجعل الدائرة ننظر فيها من الذي سيعتنى به ومن الذي لا يعتنى به. أحمد سعيد شوف، أصلا أحمد سعيد أصلا في الرياض الآن أو في السعودية، لكنه لا يترك أو موجود. الله طبعا عشان كده حضرتك يا شيخنا يعني منعتنا أن نسمع لغيرك، أقسم بالله. لا أستغفر الله. أنا لا أتكلم عن هذا، أنا أتكلم عن الحرص، والحرص هذا هو مادة طلبة العلم. صراحة أراك وأرى البخاري حقيقة من أشد الناس حرصا في هذا الباب، فالحمد لله. طيب الآن أريد منكم الإجابة على ما قلت. أبو جودي ميلي شيخنا. نعم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف. نعم أنا أقول إلا في خف حافر أو نصل. هناك دليل آخر، وش هو؟ لا كفى كده شيخنا. كفى ماشي. أحمد سعيد تفضل. أحمد سعيد تفضل. تفضل أحمد سعيد. السلام عليكم مولانا. زادك الله حرصا يا أحمد. أنا أعرف أنك في الرياض ولا تترك درسا، أعرف ذلك رضي الله عنك. أنا أحب من يحرص على العلم، فإنه نادر في هذا الزمان رضي الله عنك أحمد، جزاك الله خير، موفق مسدد. طيب أنا أقول أيضا من هذا، شوف هم يرون أن بيع العربون هذا لو أخذوه يكون أكل أموال الناس بالباطل، ولو قال له لو أقال أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك من الدرهم فلم يخرج، فقال شرح من شرط نفسي طائعا غير مكره فهو عليه، من باب أن الذي يملك شيء لابد هو يوفيه. طبعا محمد كمال وأخونا الفاضل النبيل أحمد حسني دول ما فيش كلام فيهم، يعني دول أصلا يموتون ولا يتقاعسون، هم موجودين معنا في الفيس. أقول إخوتي الكرام لما يقول بذلك يقول هذا صاحب حق تنازل عنه،
هو بيقول بذلك. وقال إن لم أتيك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع فلم يجي. قال شرح المشتري أنت أخلفت فقضى عليه، يعني جعل المال له. الجمهور يرون ذلك أكل أمانة بالباطل. أقول هذا فيما يكون مستحقا، لأنه ممكن يكون أوقع عليه ضرر، ممكن يكون، أنا أقول ما بال الكرة لعب والأمة ليست لعبة. الأمة عاملة عابدة لله جل في علا، ليست لعبة. فتوضع أموال طائلة من الملايين والمليارات على الكرة، هذا وهذا لعمري إن هذا إذا صح التعبير طبعا، لأن هذا من لغة العرب يعني، مما درج على اللسان يعني وليس قسما، لكن أقول يعني لعمري هذا في القياس الشنيع، لا يمكن أن يكون يعني هذا ينفع الأمة، حتى فضلا أن يكون ينفع المرء نفسه عند ربي جل في علا، فضلا أن يكون هذا مال حلال يأكل به. من هذا أيضا قول الله تعالى، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. طيب أكملوا الآية، وفي الآية أيضا استدلال، أكملوا الآية. وتدلوا بها للحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. لا لا لا، غيرها يا بخاري، في سورة النساء. الله يرضى عنك. الاستثناء هو الذي فيه الشاهد. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا وقطر الندى، هذا الجند المجهود في جند المجهول في كل الموجودين صراحة. يعني أنا أقول ذلك حتى يعني أجعل الأمر على كل من يعني يفهم أن مغص الحقوق لا يرضي الله، هذا جند مجهول يعني لها مجهودات لا الله وحده يشكرها عليه. قالت أسرعت في الإجابة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فهو حصر كل هذا أكل أموال الناس بالباطل إلا أن تقول، والاستثناء معيار العموم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فين بقى هنا التراض منكم؟ هل دي تجارة؟ هل اللاعب تجارة؟ ها؟ هل إدخال الهدف تجارة؟ هذا يدخل في هذا الباب عامة. يعني هذا لا 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 يعبأ به ولا يقال فيه شروط أو غير شروط، إنما العقود كلها شروط طبعا في هذا الباب، ونحن ننكر كل ذلك ونقول بأن الدنيا لا تساوي شيء، لا بد من السعي إلى الأخرة بضابط شرع الله جل في علاه. ثم الأثر الثاني، قال الداودي قال بعض أصحابنا ولا أعلم ما يمنع منه، قال مالك البيع جائز والشرط باطل. قال إن مأتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع. وقال بعض أصحابنا بيع فاسد الشرط باطل، عشان كانت نحلة لما تأخرت الله يهديك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تأخرتم جدا لما. وقال آخر إن ضرب من الأجل ما يجوز أن يضرب في مثل ذلك في تلك السلعة للخيار جاز وإلا لم يجوز. قال ابن بطال وهو مالك أيضا الشرط، اختلف العلماء في جواز ذلك، فقال ابن الماجشون الشرط البيع جائزان وحمله محمل بيع الخيار إلى وقت مسمى، فإذا جاز الوقت فلا خيار له وأبطل البيع، ومصيبته قبل ذلك من البائع كان ذلك بيده أو بيد المبتاع على سنة بيع الخيار. ومن أجازهما هنا الثوري وأحمد وإسحاق وقال أبو حنيفة إن كان الأجل 3 أيام فالبيع جائز. وقال محمد الحسن يجوز الأجل 4 أيام 10 أيام. بعضهم قال يزود شهر في هذا الباب، وأنا أقرب من ذلك أنه لو كان الأمر فيه بيع الخيار قد يكون إلى الأبد لا إلى شهر، لكن لأنهم قابل الأبد هذا فيه تغرير، فلابد أن يوقت توقيتا. وهذا ينفع جدا المصارف الإسلامية التي لا تريد أن تخسر مالا، بتشتري سيارة تشتريها من المعرض بشراء الخيار بعقد الخيار، كأنه يقول ولي شهر إن لم أبيعها آتيك بها أرجعها إليك، وهذا خير كبير، هذا منفذ لهم وهذا مخرج لهم حتى لا يقعوا في الحرام. شخنا ممكن نضع سماعة سيدي والله قدر الصوت مش واضح. نعم نحتاج أن نسمع صوتك. أقول إخوتي الكرام في هذا الباب كما قلنا بأنه هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل، حتى بيع العربون الجمهور قالوا أنه لا يجوز بيع العربون لأن هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل. نعم. أما الحديث لله 99 أسما، إن لله 99 أسما ما 100 إلا واحدا إنه وتر من حفظها دخل الجنة، فيه مسائل. أولا أسماء الله جل وعلا بأن الله أسماء حسنى سبحانه، وهنا قال لله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة، وهنا قال 100 إلا واحد. والعجيب أن ابن حزم أخذ بظاهر الحديث وقال ليس لله أسماء إلا هذه الأسماء، وهذا باطل.
وحقا ابن حزم عنده انحرافات عقدية، انحرافات عقدية قوية ليس بالهينة أيضا. وسمى الله الدهر، والدهر اسم جامد، وأسماء لا كلها مشتقة. ولذلك قد ألحد في أسمائه ابن حزم يقول من سمى الله أو من زاد على 99 أسماء فقد ألحد في أسماء الله تعالى. أخذ بالآية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. عليكم السلام ورحمة الله. أحمد تأخرت. وذل الذين يلحدون في أسمائه، فقال من زاد على 99 اسما فقد ألحد في أسماء الله جل في علاه. هذا كلام باطل، حياك الله يا أحمد، هذا كلام باطل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمت واحدا من خلقك أو أنزلته في بعض كتبك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذه دلالة واضحة جدا أنه له أسماء غير هذه الأسماء. ولكن يقال في هذه الأسماء إن لا 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أن لها ميزة عن جميع الأسماء أن من أحصاها دخل الجنة. وفيها أصوليا ما قاله العلماء وهو استثناء الأقل، وهذا باتفاق العلماء، استثناء الأقل، وهذا باتفاق العلماء أنه يجوز استثناء الأقل، جواز استثناء القليل، هذا باتفاق علماء الأصول وعلماء الفقه وعلماء اللغة. وعلماء اللغة هم أول ما يدخل في هذا الباب، لأنه قال 100 إلا واحد، 100 إلا واحدا، 100 إلا واحدا. فالاستثناء الأقل كما قلت القرآن جاء به والسنة جاءت به وأهل اللغة أيضا في هذا الباب. آمين آمين. رضي الله عنك يا أحمدي، الله يشكر لك إحسانك يا رب، يهدينا ويهديك يا أستاذ مصطفى، أحسن الله عليك أبو وليد، جزاك الله خير. فقال الله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا 50، إلا 50 عاما، هو استثنى أيضا الأقل، استثنى الأقل. أما استثناء الأكثر فكثير من أهل اللغة يقولون لا يجوز استثناء الأكثر، مع أن القرآن جاء به، لكن أهل اللغة يرفضون ذلك. والحجة في الكتاب، في الكتاب طبعا أصلا واضع اللغة هو الله جل في علاه، وأسلوب الشرع هو الذي يقدم على الشرع، يقدم على اللغة. من بقى من الشرع أنه يجوز استثناء الأكثر؟ أحمد أين من الشرع ما يجوز استثناء الأكثر فيه؟ تفضل سيدي. رضي عنك، يقول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم، ماشي، معناها ليست ظاهرة لكن ماشي صحيح، لأنه أعطى أكثر نوع الإيمان لكنهم مع الإيمان أشركوا. نريد ما هو أظهر من ذلك. ماشي، ما في الصمت يخيم. أما قال الله تعالى إلا من اتبعك من الغاوين، وعندنا آيتان جاءتها إلا من اتبعك من الغاوين إلا عبادك من المخلصين. إذا قلت المخلصون أكثر يبقى أسسنا الأكثر، وهذا مش صحيح، الأكثر هم الغاوون. فقال إلا من اتبعك من الغاوين، والغاوين هو الأكثر، فاستثناهم أيضا. فيبقى هنا فيها دلالة على جواز استثناء الأكثر واستثناء الأقل أيضا في هذا الباب. ونسأل الله جل وعلا أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. فهذه مسألة أصولية مهمة، وهي جواز استثناء الأكثر كجواز استثناء الأقل. وإن كان الأغلب هناك اتفاق على استثناء الأقل، لكن هناك خلاف على استثناء الأكثر. الفوائد المستنبطة: المعروف عرفا كمشروط شرطا، لذلك قال شروط التي يتعارف عليها الناس. قول الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذه 99 اسما لا يقف عند أسماء الله، أسماء الله لها أسماء كثيرة حتى في الغيب لا نعلمه، لكن هذه 99 فيها ميزة وهي من أحصاها دخل الجنة. ومعنى من أحصاها يعني حفظها، عدها ثم حفظها غيبا، ثم توسل تعبد بها لله جل في علاه، ثم ظهر أثار هذه الأسماء على أخلاقه. سبل الجنة كثير، فخاب وخسر من صار بعد ذلك إلى النار، كما قال حسن البصري مغبون من غلبت أحاده على عشراته. الله المستعان، يغفر الله لنا وقد تعدينا وتجاوزنا ولكنه أرحم الراحمين. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم،
ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم. إن الهموم بقدر الهمم.